مجموعة هوندا اليابانية أعلنت أنها ستستدعي حوالي 20 مليون سيارة إضافية جهزت بوسائد هوائية يشوبها الخلل من صنع تاكاتا. هوندا التي نشرت نتائجها يوم الجمعة أظهرت أن أرباحها السنوية الصافية تراجعت بنسبة 32% بسبب التكاليف الباهظة المرتبطة بهذا الاستدعاء والذي سبق أن طال 30 مليون سيارة. وأشارت إلى أنها تسعى لإعادة تحسين أعمالها رغم تأثرها الكبير بارتفاع سعر صرف الين.